فاللي حصل ان الناس بتبدا تدوس على كليم ماي يو ار ال، فبيبتدي ان هو يظهر معاك بالمنظر ده كده، فبتبتدي ان انت تنزل كده هنا لعد عنوان يو ار ال مخصص، لكن بتلاقي ان كلمه ضبط عنوان يو ار ال مخصص اللي بتبقى بالازرق اللي بندوس عليه عشان نعدل مش موجوده في بعض القنوات اللي بيحصل فيها المشكله دي. هنعرف مع بعض ايه سبب المشكله دي، وهنعرف ليها 3 حلول مختلفه بدون تغيير اسم القناه. لكن لو انت القناه بتاعتك لسه صغيره بقالها شهر ولا حاجه، تقدر تعتبر تغيير اسم القناه ده حل رابع. وزي ما انتم شايفين ظهر معايا هنا والمشكله اتحلت، لكن هتلاحظوا ان في اسم القناة عندي انا اهو هنا عندي في كلمة احمد متضافة في الاول، اهي كلمة احمد دي متضافة في الاول. دي انت لا يمكن ان انت تضيف حاجة قبل اسم القناة بتاعتك بالاعدادات بتاعتنا اللي هي متاحة لينا. فهعرفكم ازاي تعملوا زي الاسم بتاعي كده عشان ما تضيفوش اي حاجة عشوائية ويكون اسم بروفيشنال. لو مهتمين تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أنكم تكونوا بأحسن صحة وعافية. طبعا كلنا من حوالي أسبوع كده استلمنا الميل ده، وهنا بيقول لك grab yours before it's gone من اليوتيوب، أو الحصول على الرابط الخاص بيك قبل أن يحصل عليه غيره. هتلاقي هنا هو كمان قال لنا we noticed you are eligible to claim a custom URL on YouTube but haven't done so yet. لو عملنا برضو للعربي عشان تشوف، هو بيقول لك هنا ان انت مؤهل للحصول على الرابط المخصص ليك لكن انت ما خدتوش حتى الان. بص هو جايبها بالعربي كده ملخبطه، فمش هرجعها انجلش تاني. فبيقول لك الكاستم يو ار ال ده حاجه سهله عشان اليوزرز او السبسكرايبرز بتوعك يقدروا ان هم يفتكروا العنوان ده، ويبقى بسهوله عليهم ان هم يكتبوه بدل ما هو بالمنظر ده كده. انتوا بتلاقوا هنا youtube.com channel، وبعد كده في الحاجات الغريبه دي، وهنا في دي فيديوز عشان انا بس في خانه الفيديوز. بدل الكلام اللي مش مفهوم ده هنا بتحط اسم القناه مثلا، او اي حاجه سهله المتابعين بتوعك عارفينها عنك، وبيبقى حاجه شكلها بروفيشنال اكتر. لكن هل ده بيأثر على القناه في اي حاجه؟ بيزود السي تي ار او السي بي ام، او بيزود ارباح، بيزود اي حاجه؟ لا، ملوش اي تاثير خالص، ولا بيزود معدل زرار في محركات البحث ولا اي حاجه من الكلام ده. هو مجرد بس حاجه كده شكلها بروفيشنال، يعني اليوتيوب بيروق علينا، عايزنا يبقى عاملين ايه حاجه شياكه كده. فاللي حصل ان الناس بتبدا تدوس على كليم ماي يو ار ال، فبيبتدي ان هو يظهر معاك بالمنظر ده كده، فبتبتدي ان انت تنزل كده لحد عنوان يو ار ال مخصص، لكن بتلاقي ان كلمة ضبط عنوان يو ار ال مخصص اللي بتبقى بالازرق اللي بندوس عليه عشان نعدل مش موجودة في بعض القنوات اللي بيحصل فيها المشكلة دي. عشان كده انا اتأخرت عليكم في الفيديو ده، فانا بدأت ان انا دورت عليها في المحتوى العربي الاجنبي الهندي، دورت قلبت عليها اليوتيوب يعني ما لقيتش ليها حل. وفي مشكلة الناس قالتها وده مش حل، يعني بيقول ان هو عشان القناة ميكس بين الاسم، ميكس بين العربي والانجليزي. طب انا اسم القناة بتاعتي كده، انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ اغيره يعني، وبعد كده اعمل الرابط، وبعد كده ارجع اعدله تاني. في ناس طبعا القناة بتاعتها كانت فيريفايد، ممكن ما تكونش واخدة بالها من حتة اليو ار ال ده ومش معدلاه. لو غيرت الاسم فالإشارة اللي هي بتبقى بالأزرق دي هتبتدي إن هي تروح لو غيرت الاسم بتاعك. لكن لو أنت القناة بتاعتك لسه صغيرة بقالها شهر ولا حاجة، تقدر تعتبر تغيير اسم القناة ده حل رابع. طالما مفيش أي حاجة معروفة، فلجأت لدعم اليوتيوب وبدأت إن أنا أسألهم وأعرف منهم حل المشكلة دي إيه وإيه السبب بتاعتها. وطبعا عشان نروح للمكان ده من غير ما ندوس هنا، فهنبدأ نروح للعلامة بتاعتنا هي بتاعت القناة دي، وهنضغط على استوديو يوتيوب، وبعد كده من على اليمين هنا هننزل لتخصيص بالانجلش ممكن تلاقيها كاستمايزيشن، وبعد كده بنروح هنا لبيزك انفورميشن او المعلومات الاساسيه. ولو حبينا ان احنا نروح ليوتيوب استوديو من الموبايل، فبنخش على جوجل، وبعد ما بنسجل طبعا الدخول بحساب الجيميل المرتبط بالقناه، بنبدا نكتب يوتيوب استوديو، وبعد كده بنضغط على يوتيوب استوديو اهو. فهو بيقول لك طبعا تنزل التطبيق، هو التطبيق طبعا مهم نزلوه، دوس على المتابعه الى الموقع الالكتروني. هيفتح معانا المنظر ده، هنضغط هنا على ال3 نقط اللي فوق دول، ونتأكد ان احنا معلمين على ديسكتوب سايت، او لو رجعنا تاني لان هو متعلم عليها، وهتبدأوا ان انتوا تروحوا وتتبعوا نفس الخطوات، تعملوا زوم كده تضغطوا هنا، هيبدأ يديكم اللوحة الجانبية اهي، فتبدأوا برضو تروحوا على نفس المكان زي ما قلنا. وبعد كده تحت هنا بتلاقوا عنوان يو ار ال مخصص، فزي ما انتوا شايفين كده هي مش موجودة. لكن خلينا الاول نعرف مع بعض ايه هي شروط الاهليه لانشاء عنوان يو ار ال، لان ممكن الزرار ما يبقاش ظاهر معاك لان انت لسه شروط الاهليه بتاعتك مش متوفره في القناه. بس هي اصلا الشروط بسيطه، ان انت يكون عندك 100 مشترك او اكتر، ويكون مضى على انشاء القناه اكتر من 30 يوم، يعني من تاريخ انشاء القناه لازم يكون عدى 30 يوم، ويكون عندك صوره ملف شخصيه
اللي هي الصورة الصغيرة دي اللي هي اللوجو، ويكون عندك صورة بانر اللي هو الكفر اللي ورا ده كده الكبير. فطالما الشروط دي متوفرة عندك فانت كده مؤهل ان انت تحصل على عنوان اليو ار ال بتاعك. طيب لو انت بقى الزرار كان ظهر معاك عادي، فاللي انت هتعمله ايه؟ اللي انت هتعمله ان انت هتضغط على الزرار ده، وان هيديك حاجه من اتنين، يا اما هتلاقي الاوبشن الاتنين اوبشن دول ظاهرين. الاول ده هو بيديك اسم افتراضي للقناه، لو اسم القناه عندك ما كانش حد اخده فهيبتدي ان هو يطلعه لك كده في الاول، فهتبتدي ان انت تختاره. او لو كان اسم القناه بتاعتك حد اخده بالفعل قبل منك، فهيبتدي ان هو يديك اسم تاني قريب ليه. لو مش عايزه هتضغط على تحتيه، هتلاقيه مديك الاسم ده الاول ثابت، وبعد كده هتضيف انت بعديه اي حروف او اي ارقام. لغايه ما تلاقي العلامه دي بقت باللون الاخضر مش الاحمر، بقى كده خلاص ده كده افيلابل ان انت تستخدمه. فزي ما قلنا هيظهر معاك الاتنين اوبشن دول. لو انت لقيت بس ظهر معاك ان انت المكان ده بحيث ان احنا تتعدل فيه على طول، هنا مش ظاهر معاك الاول ده، ده في حالة ان لو اسم القناة بتاعتك بالعربي خوارزميات اليوتيوب مش هتقدر ان هي تديك اقتراحات. وعشان تعدل لو هو بالانجليزي، لو هو كان الكتابة اللي مديها لك بالانجليزي يبقى لازم تكمل عليها انجليزي، لو بالعربي يبقى لازم تكمل جنبها بالعربي، ما ينفعش تبقى ميكس. ده بالنسبة للناس اللي ظاهر معاها عادي بدون اي مشكلة، لكن الناس الزحيات اللي هو اسم قناتهم ميكس كده، فالحل بيكون كالآتي. الدعم الخاص باليوتيوب قال لي ان المشكلة دي ساعات بتحصل فعلا لبعض الناس بسبب مشاكل تقنية، ساعات بتحصل في المتصفح او ساعات بتحصل في القناة في اعدادات القناة عموما، فبتأدي ان الزرار ده ما بيظهرش عندك الجزء بسيط من الناس، وخصوصا الناس اللي بيكون في ميكس ما بين اسمهم باللغة العربية والانجليزية، بيبقى في ميكس كده. طب ليه بقى اصلا بيظهر تحديدا مع الناس دي؟ يعني انت ممكن يكون اسمك بقناة باللغة الانجليزية مثلا لو انا كنت بسميه كده بس، وتلاقي المشكلة دي معاك، فهنعرف ازاي نحلها. طب ليه؟ عشان زي ما احنا هنشوف كده، لو رحنا بعد ما هنشوف دلوقتي يعني هنحل المشكله ازاي، هتلاقي ان هو تيجي تعدل القناه هتلاقي ان زي ما هو بيجيب لك هنا، بيديك الاول الدومين بتاع اليوتيوب، وبعد كده السي، وبعد كده بيجبرك على اسم القناه يحطه لك هنا ويخليك تكمل انت عليه اي حاجه. فهو عشان انت الاسم القناه بتاعتك ميكس، هو مش عارف يحطه لك في الرابط بتاعك، بس عشان كده زر التعديل ده مش ظاهر عندك. لكن حتى لو انت القناه بتاعتك ميكس كده وانت عايز تظهره، فهتبدا تعمل ايه؟ فاول خطوه هنعملها هو ان احنا هنعمل ساين اوت من حساب القناه بتاعتنا. هنبدا نروح هنا كده وهنضغط على تسجيل الخروج او لوج اوت من هنا. بعد كده هنعمل محو لذاكره التخزين المؤقته، ده بيكون من خلال متصفح كروم، ان احنا بنضغط على الثلاث نقط دول او اي متصفح، الثلاث نقط بيبقوا على اليمين او من على الشمال من فوق، وبعد كده بندوس على مور تولز وكلير براوزنج داتا، بتظهر معانا الشاشة دي. وممكن من خلال ان احنا نضغط على برضو سيتنج من هنا، لو ضغطنا على سيتنج دي هتبدأ تودينا اهي لسيتنجز، وبعد كده برايفسي اند سكيورتي او خصوصية والامان، وبعد كده كلير براوزنج داتا او مسح ذاكرة التخزين. لو كانت على ادفانسد هنروح على البيزك ونبدأ نختار فترة زمنية معينة، خليها اول تايم، ونمسح كوكيز اند اذر سايز داتا وكاشد ايمجز اند فايل، اللي هي بالعربي ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الاخرى وصور وملفات ذاكره التخزين المؤقت، تمام. بس وبعد كده ندوس على كلير داتا او مسح البيانات، وهتبدا ان هو ياخد دقيقه او دقيقتين يمسح، وبعد كده تمام. بعد كده بنقفل المتصفح بتاعنا خالص، بنضغط على اكس نقفله ونعمل ريفريش، وبعد كده نفتح المتصفح بتاعنا من تاني ونبدا نعمل تسجيل دخول عادي جدا للقناه بتاعتنا، زي ما شفنا ان احنا بنروح لها من الاستوديو هنا، او نروح على الايميل بتاعنا على طول بنضغط على هنا، هنلاقي ان هي ظهرت معانا. اول لما تروحوا لها هنا لو لقيتوها ان هي لسه ما ظهرتش معاكم، هيكون ان احنا هنتواصل مع دعم. فبنروحها كده، اول خطوه هنعملها ان احنا هنعمل ساين اوت من الحساب بتاعنا بتاع القناه، وبعد كده هنمسح ملفات تعريف الارتباط والذاكره التخزين المؤقته. الخطوه الثالثه لو دول ما كانوش حلوا المشكله بتاعتنا، او هنعرف تاني برضو امتى نحتاج ان احنا نعمل الحل الثالث ده، ان احنا بنتواصل مع دعم ليوتيوب، هو عبر طريقتين، وانا بفضل الطريقه التانية. الطريقه الاولى بنضغط هنا على ارسال التعليقات من هنا واحنا واقفين، ومن ارسال التعليقات هنبدا هنا تقول له انا قناتي مؤهله للحصول على رابط مخصص، ولكن لا اجد زر ضبط عنوان يو ار ال مخصص، تمام. وهتروح بعد كده مديله رابط القناه بتاعتك، وبعد كده هتضغط على تضمين لقطه شاشه، هضغط هنا اهو، وبعد كده تضغط على ارسال. الطريقه الثانيه ان انا هسيب لكم الرابط ده في الديسكريبشن، صندوق الوصف اسفل الفيديو، هتلاقي هنا بيقول لك الاتصال بنا او كونتاكت اس، هاو كان هيلب يو، كيف يمكننا مساعدتك. هنضغط هنا انا مؤهل للحصول على رابط مخصص ولكن لا يظهر عندي او صندوق التعديل او زر التعديل وات ايفر، المهم تكتب هنا المشكله بتاعتك ايه، تضغط التالي عشان هو هيبدا من خلال اللي انت كاتبه ده هيديك اقتراحات. الاقتراحات دي تبدا انت تضغط على الحصول على عنوان يو ار ال مخصص، هي دي المشكله اللي علاقه بالمشكله بتاعتنا. بعد كده نضغط على الخطوه التاليه
الصحية. هنا بتديك مقالات قايلين فيها مشاكل، يمكن إضافة عنوان التواصل. أنا طبعا فتحت أغلب الحاجات دي، لقيت إن هي مش حل للمشكلة بتاعتي. هيضغط على الخطوة التالية، بعد كده هديك الخطوة التالتة، هو بيقول لك خيارات الاتصال، فبيقول لك المحادثة، الانتظار لمدة أقل من دقيقة، أو البريد الإلكتروني. طبعا البريد الإلكتروني دي زي إرسال التعليقات اللي احنا شفناها من شوية، انت برضه بتروح تكلمهم على البريد الإلكتروني ويبدأ إن هم يتواصلوا معاك، فده هيبقى التواصل فيه بطيء شوية. المحادثة دي بيبدأ بيفتح معاك محادثة هنا زي ما احنا شايفين، وبتستنى أقل من دقيقتين وحد بيرد عليك. والصراحة الناس دي متعاونة جدا، لكن انا مش هضغط تاني عشان انا خلاص اصلا تواصل تمام بحل المشكله عشان ما يشتمونيش. وهنا بقى تتواصل معاهم في حاجه من اتنين، لو اسم القناه بتاعتك كان ميكس كده، او لو كان الاسم بتاعك بالانجليزي بس او بالعربي والزرار ظاهر معاك عادي، بس انت عايز تعمل اسم معين انت مش قادر تكتبه يعني. لكن هتلاحظوا ان في اسم القناه عندي انا اهو، هنا عندي في كلمه احمد متضافه في الاول اهي، كلمة أحمد دي متضافة في الأول. دي أنت لا يمكن أن تضيف حاجة قبل اسم القناة بتاعتك بالإعدادات بتاعتنا اللي هي متاحة لينا، لكن لو دخلت وتواصلت مع الدعم وقلت لهم أنا عايز أسمي اسم القناة بتاعتي بالاسم ده بس مش عارف، فهيبتدي إن هو يعمله لك بالاسم ده. أي اسم بقى أنت عايز تضيفه قبل أو بعد، سواء كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. فدي كده تركاية ليك، احنا زي ما شفنا هو أما بيديك رابط بيجبرك على اسم انك تاخد اسم القناة ده وتضيف بعده حاجة، وطبعا حروف وارقام بس زي في الميل هنا، بيقول لك اهو your custom URL must based in your channel name be made of alphabetical characters. فهو بيعتمد على اسم القناة بتاعتك، وبيقول لك ان هو تقدر تغيره 3 مرات بس خلال السنة. فهنا انت بتبدأ بقى تديله اقتراحات. يعني انا رحت مديله دي كده، قلت له انا عايز ده يبقى هو الاسم المخصص ليا، قال لي مش متاح. فبدات ان انا قعدت اديله كذا اسم اقتراح، وبعد كده هقول لك على الخطوات انت هتبدا تعملها. فبعد ما تدي لمسؤول الدعم اللي هتكون متواصل معاه الاسم ويقول لك الاسم ده متاح، فهيفضل يجرب معاك لغايه ما يتوصل على اسم. بعد كده اول ما يقول لك خش تاني، فهتبدا تخش وتضغط زي ما انا ضغطت كده على ضبط عنوان يو ار ال، هتلاقي ان هو ظاهر معاك بالمنظر ده. هنا بقى مش هيديك اوبشن ان انت تعدي، اقول لك اعمل الخطوه دي عشان تبدا ان انت تخليه ده الرابط بتاعك. فانا اول ما ضغطت هتلاقي ان هو مش مديني اي مكان ان ادوس عليه او اعدل اي حاجه، لكن هتلاحظ مجرد ما انا ضغطت بقى في فوق على الشمال كلمه بابلش. فاحنا انت لازم تعمل الخطوه دي، عشان انت لو ما عملتش كده الخطوه دي فلسه هيبقى رابط القناه بتاعك زي ما هو الرابط القديم اللي في حروف ده مش هيتطبق. دوس على بابلش او نشر، هتلاقي هنا بيقول لك تاكيد عنوان يو ار ال، لا يمكنك تغيير العنوان ده او ان انت تحطه لقناه تانية، وهو ده هو هيبقى رابط القناه بتاعتك. فهنضغط على تاكيد، هتلاقي ان هو بقى موجود تمام. ولو حبينا في اي وقت من الاوقات ان احنا نحذفه هنضغط تحت هنا على حذف او ديليت. وهنا حابب انوه لنقطه مهمه، ان الرابطين هيبقوا شغالين. يعني انت لو ضغطت على الرابط ده كده وقلت جو تو، هتلاقي ان هو راح وبدا يفتح فتح معايا القناه بدون اي مشاكل. وبرده كذلك لو ضغطنا على الرابط ده كده ورونا جو تو، فهيبدا برده يروح وهيفتح برده القناه بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين اهو، ادي ده كده الرابط اهو اللي لسه واخدينه ده ظهر معايا هنا، والمشكله اتحلت بفضل الله. وبكده يبقى انتهى الشرح بتاعنا النهارده. ولو الفيديو فعلا افادك يا ريت ما تنسانيش بدعمي بعمل سبسكرايب ولايك ودعوه حلوه ليا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.